سياحة وتاريخ مع زكريا الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جبال أستورياس أقصى شمال شرق إسبانيا، بالضبط من مكان يسمى كوفادونغا قريب من كانغاس دي أونيس. هذا المكان أحبتي في الله، والذي يشتهر بكونه أنه توجد فيه هذه المغارة، والتي لها تاريخ مهم في إسبانيا، حيث أنه عندما دخل المسلمون الأندلس سنة 711 ميلادية وهزموا الملك لودريق أو رودريغو، ومات هو ومعظم حاشيته، لم يتبقى من حاشيته إلا رجل يسمى بيلايو. هذا الرجل المدعو بيلايو كانت أصوله من هذه المنطقة من أستورياس، فهرب إلى هذه المنطقة وأسس رفقة بعض النبلاء من القوط أو الجودوس كما يسميهم الإسبان، أسسوا مملكة صغيرة أو يعني محامية صغيرة، وبدأوا بالتمرد على السلطة الأموية التي كانت قد بسطت سيطرتها على كل شبه جزيرة إيبيريا. ففي سنة 718 ميلادية أسس قلت هذا المدعو بيلايو رفقة مجموعة من النبلاء في هذه المنطقة إمارة مسيحية صغيرة، وتمرد وقتل بعض المسلمين الذين كانوا تحت حماية الدولة الأموية. ثم كان أن بعث الأمير الأموي بعث إليه عنبسة ابن سحيم الكلبي ومجموعة بقيادة علقمة اللخمي وأباس وهو أسقف مدينة إشبيلية، فأتوا لتأذيب المدعو بيلايو هذا. فعلا قضوا على معظم جيشه إلا 300 رجل، هؤلاء 300 رجل هربوا بين هذه الوديان وهذه الجبال إلى أن وصلوا إلى هذا الكهف المسمى الآن بكهف كوفادونغا، هربوا إليه وتحصنوا به، وحصرهم المسلمون بين هذه الجبال، ثم بدأوا بالفناء إلى أن لم يتبقى منهم إلا 30 رجلا. سنصعد إلى رأس المغارة ثم نكمل القصة. وضعوا كنيسة صغيرة رأس هذا الجبل، وعند مدخل هذه، هذا هو مدخل هذه المغارة حديثا، وقد تم تجديدها والعناية بها وتسقيفها طبعا وتأسيسها. قلت أن بعض المصادر المسيحية تقول بأن عدد المسلمين فاق 124 ألف الذين أتوا لمحاربة هذا الرجل، فقد تبقى مصادر مسيحية كتبت بعد هذا التاريخ بحوالي 200 سنة، أهم المصادر المسيحية. لكن المصادر الإسلامية تقول أنه لم تبقى بكل غاليسيا أو جليقية قرية لم تفتح غير الصخرة، المقصود به هذه الصخرة، فإنه لاذ بها ملك يقال له بيلاي أو بيلايو، فدخلها في 300 رجل فلم يزل يقاتلوه حتى مات أصحابه جوعا، وترامت طائفة منهم إلى الطاعة فلم يزالوا ينقصون حتى بقي في 30 رجلا ليس معهم غير 10 نسوة فقط، وكان عيشهم معظمه من العسل. ثم بعد أن أيس المسلمون من حصارهم ولم يستطيعوا القضاء عليهم تركوهم وقالوا 30 رجلا ما هم فاعلون، أو 30 يعني شخصا ما هم فاعلون، فبلغ أمرهم من القوة والكثرة بعد ذلك ما لا خفاء به، والدليل أنه كان بذلك تأسيس أول مملكة
مسيحية في أستورياس، والتي اتحدت فيما بعد مع مملكة كنطابرية أو دوقية كنطابرية، حيث تزوج ابن بيلايو من ابنة عفوا ابنة بيلايو من ابن دوق أستورياس. قلت ثم بدأت هذه الإمارة شيئا فشيئا بالاستقواء ويعني توسيع سلطتها، إلى أن بدأت مع السنوات المتتالية بالهجوم على المسلمين والمتواجدين بهذه المنطقة وأخذ أجزاء من الدولة أو من مساحة أرض الدولة الأموية. قلت في النهاية أنه بعد أن كثرت بعض الفتن على الدولة الأموية استغلها بيلايو، بدأ في التوسع في هذه المناطق بعد أن كان على وشك الهلاك هو وأصحابه في هذه المغارة التي صورتها منذ قليل. وتقول المصادر المسيحية إن هذه المغارة أو بيلايو الذي تحصن بهذه المغارة وأسس فيما بعد تلك المملكة الصغيرة كانت هي النواة لبداية حروب الاستبداد التي يسميها الإسبان بحروب الاسترداد، كانت النواة الأولى لها، إلى أن صدر يعني رسميا يعني أو اتفق رسميا ملك ليون وغاليسيا أو جليقية في عام 1056، وصرح بذلك رسميا أنه ستبدأ حروب استرداد شبه الجزيرة الإيبيرية من أيدي المسلمين. فكان بعد سنوات من ذلك سقوط مدينة طليطلة عام 1086، ثم قصة معركة الزلاقة عام 1086 والتي سحق فيها ألفونسو السادس هزيمة أو مني فيها بهزيمة ساحقة. هذا هو الكهف وقد صورت جزءا منه، وهو الآن مزار سياحي وبجانبه كنيسة كبيرة يعظمها هؤلاء المسيحيون أو يعظمها النصارى. إذن كما هي العادة أحبتي في الله، تحياتي، محدثكم زكريا الصالح، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.